أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل اشترى بضاعة بعشرين ريالاً ثم باعها بثمانين ريالاً، هل هذا البيع يسمى غرر؟ وما هو الصحيح فيه؟ إذا كان ارتفاع القيمة بسبب غلاء السعر فلا بأس بذلك، أما إذا كان ارتفاع القيمة بسبب الخداع والمكر والكذب فهذا لا يجوز. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.